وللحديث عن أسباب الخلافات بين إيران والقوى العالمية في محادثات فيينا وانعكاسات انتخاب إبراهيم رئيسي على المحادثات، معنا من ستوكهولم الكاتب والباحث والصحفي الأحوازي نوري حمزة. مرحبا بك معنا سيد نوري. مرحبا سيد الكريم، أهلا وسهلا. حياكم الله. كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي يقول إن ساعات حاسمة تنتظر مفاوضات فيينا، لماذا هذا التفاؤل الإيراني على ما يبدو؟ جاء التفاؤل هذا نتيجة يعني تفاؤل أمريكي، حيث بنفس يوم الانتخابات الخارجية الأمريكية أكدت بتصريح أنه ترغب الإدارة الأمريكية بإنهاء المفاوضات النووية في وجود إدارة روحانية على سدة الحكم في إيران، أي قبيل أن يبدأ الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي مهام عمله في أغسطس القادم. هذا التفاؤل جاء يعني حظي بترحيب من قبل إدارة روحاني وضيف كبير أيضا بين السياسيين الإيرانيين، ولهذا يعني يطمح عراقجي والوفد المفاوض مع الأمريكان في الواقع إلى إنهاء الملف في هذه المرحلة، لكن من جهة أخرى قد يواجهون مشاكل أخرى في داخل السلطات الإيرانية. نعم نعم، يعني في ظل هذا التفاؤل الإيراني، في أي سياق توضع تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان عن خلافات ما زالت قائمة بين إيران والقوى العالمية في محادثات فيينا؟ بالطبع لحد الآن قضية الملف النووي لم تحسم. إيران وصلت إلى في قضية تخصيب اليورانيوم تعدت الخط الأحمر ما كان متفق عليه مسبقا، استطاعت أن تنتج يورانيوم مخصب بكمية عالية، وهذا الأمر خطير جدا. إيران لا تريد أن تتنازل عن التخصيب، هاي من جهة أخرى. قضايا أخرى تأتي، إيران تحاول أن تغف المفاوضات مع الأمريكان بالذات فيما يتعلق بالملف النووي، بينما يعني الجانب الأمريكي وحتى جهات أخرى في المفاوضات تريد أن توسع دائرة المفاوضات هذه وتصل إلى التدخلات إيران الإقليمية وغيرها، حتى وإن كانت شكلية على لحفظ علاقات أمريكا في بلدان المنطقة. نعم. ماذا عن انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران؟ ما علاقته وكيف يمكن أن يؤثر على هذا الملف؟ إبراهيم رئيسي جاء هو انتخاب المرشد في الواقع، وليس انتخاب الإيرانيين كناخبين، عدد الناخبين كما تعرفون. نعم. انتخابات كانت فاشلة بحد كبير يعني في تاريخ انتخابات إيران، وبهندسة قوية يعني وبأمر من المرشد هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه يبدو أن الإدارة الإيرانية وبيت المرشد، إدارة بيت المرشد اختاروا التصعيد مع الغرب في هذا الملف في الواقع. يعني مجيء إبراهيم رئيسي وهو موضوع على قائمة العقوبات، وبجانبه المئات الآخرين من الكيانات والأفراد في وضباط آخرين في صنوف مختلفة في الإدارة الإيرانية، إيران تريد أن تفرض على الغرب وبالذات على أمريكا أن أولا يتنازلون عن كل العقوبات، ثانيا الملف النووي أن يسري بشكل لصالح إيران كما سرى في إدارة أوباما في 2015، وكذلك تغمض عينيها الولايات المتحدة عن تدخلات إيران في المنطقة العربية وفي غرب آسيا والشرق الأوسط بشكل عام، وكذلك الملف الصاروخي تطمح إيران أن لا تتطرق له المفاوضات المستقبلية، هذا ما تريد إيران، ولهذا صعدت الموضوع بدل أن تخوض من وتيرة التصديق. نعم. طيب يعني سيد نوري، عندما ننظر إلى سياق الأمور ونحاول فهم سياسة بايدن من الإصرار بالعودة إلى الاتفاق في ظل الحديث عن الأضرار المتوقعة منه، لا سيما مع تمدد وهيمنة إيران على أكثر من دولة وأكثر من منطقة بالشرق الأوسط وإمكانية الإضرار بالمصالح الأمريكية، إدارة بايدن هي إدارة في الواقع كيف أحكي لك، يعني إدارة ما تزال هي تستمر بعمل ما عملته إدارة
أوباما هي ولاية أخرى، ولاية ثالثة لإدارة أوباما من جهة يعني نفس الرجالات نفس السياسات نفس الفلسفة لديها فيما يتعلق خاصة بالشرق الأوسط، يعني التوجه والانتباه الرئيسي إلى والتركيز يكون نحو الصين. وفي الواقع يعني بغض النظر عن كثير مما يحدث في الشرق الأوسط عما تعمله إيران، هذا سياسة وضعها أوباما ومستمر بها تستمر بها إدارة بايدن اليوم، فلا نتوقع الكثير من إدارة هذه الجديدة، حيث هي أصلا داعمة للإسلام السياسي على شاكلة ما تسمى بالجمهورية الإسلامية في إيران. نعم. وهم منذ بداية ثورة 79 حتى يومنا هذا هم الداعمين الرئيسيين في الواقع، الحزب الديمقراطي الأمريكي الداعم الرئيسي لبناء هذا الكيان واستمرار هذا الكيان على غير الحياة، وإلا هذا الكيان كان قد سقط في مظاهرات سابقة في 2009 منذ بداية الثورة بالثمانينيات أثناء الحرب، كان قد تسقط الجمهورية الإسلامية، ولكن وجود الأمريكان بجنبهم وبملفات مختلفة وساحات مختلفة سياسية ودولية استطاعوا أن يرفضوا هذا النظام ويكون النظام قائم حتى يومنا هذا، وبالتحديد يعني الجانب الديمقراطي وليس كل الجانب الأمريكي. الكاتب والصحفي الأحوازي نوري حمزة من ستوكهولم، شكرا جزيلا لك.